عن التعديلات الدستورية المقترحة. معنا هنا في الاستوديو النائب اسماعيل نصر الدين، هو عضو مجلس النواب وصاحب التعديلات الدستورية المقترحة. اهلا بك معنا سيادة النائب، منورنا. كمان معنا النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، اهلا بك معنا سيادة النائب. ابدا معك سيادة النائب اسماعيل، كيف ستتعاملوا مع نصوص واضحة وصريحة بحظر التعديل للنصوص الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس او بالمدد مده فتره الرئاسه؟ هتتعاملوا ازاي مع النصوص دي بالتحديد؟ يعني باختصار وفي صميم الموضوع، النص الخاص بعدم يعني وجوب اي تعديلات خاصه بالفترات، يعني فتره الرئاسه فترتين فقط لا غير، لا يمكن التعامل او التعديل على هذه الفقره، ولكن مده الفتره ما لا يوجد اي قيد عليها، وبالتالي تعديل من 4 سنوات إلى 6 سنوات يطابق صحيح. انتوا درستوا الموضوع يا فندم؟ طبعا انا معايا لجنه قانونيه، احدهم كان احد اللي كان الدعم الفني للجنه ال50 واللجنه ال10. طيب استاذ خالد، اسمع تعليق حضرتك على النقطه دي. اذا كان النص متعلق باعاده الانتخاب وليس بالفتره الزمنيه لمده الرئاسه، يرجع يا فندم لضوابط لجنه ال50. انا عضو لجنه ال50 اللي صاغت هذا الدستور. يرجع له الضوابط ويشوف المشرع الدستوري كان قصده ايه في النصوص المتعلقه باعاده انتخاب الرئيس. النصوص المتعلقه كلها باعاده انتخاب الرئيس لا تمس الا بمزيد من الضمانات زي ما قالت نص الماده 226. هم قدامهم حلين يا فندم، قدامهم تعطيل الدستور بالكامل ويطلع كده رئيس الجمهوريه، او لكن هو بيقول يا فندم ان هم عندهم لا، انا بقول لحضرتك يقولوا اللي يقولوه. هو الدستور من ساعه ما اتعمل حتى هذه اللحظه يا فندم مركون على الرف ولا يعمل بيه اصلا، فيعني هم ما عندهمش مشكله لو هم عايزين انا خليني اكمل. اتفضل. مين يا فندم حضرتك بتقول هم مين تقصد؟ مين هم؟ اهو ممثله اسماعيل بيك. شرف لي انا طبعاً ممثل الاغلبيه البرلمانيه. لا لنواب الشعب، الاغلبيه والاقليه نحن جميعا في مركب واحده، هدفها ان تاخذ بايد مصر الى الامام. طيب. اولا المقوله بان احنا الدستور معطل، هذا كلام ينافي الواقع والحقيقه. طيب. الدستور يحترم وكلنا نحترم الدستور، بل العكس، التفكير في تعديل بعض مواد الدستور جزء من احترامنا للدستور، لان الدستور نفسه نص على انه طيب يا فندم خليني انقل لك ابرز يا فندم. انا ما ردتش. عذرا استاذ خالد، اتفضل كمل جوابك. عذرا اقول وجهه نظري زي ما انا عايز. انا شايف انه هذا الدستور لحتى هذه اللحظه ما حدش عايز يقول هو معطل. معطل نصوص، يعني اديكي مثال بسيط، النصوص المتعلقه بنسبه التعليم والصحه في الدستور لم تلتزم بها الحكومه وما حدش اتكلم. لكن فندم في نواب اصلا بينتقدوا هذه النسبه المخصصه ويقولوا غير منطقي. ينتقدوا براحتهم، بس ده في دستور وافي عليه الشعب باغلبيه ساحقه يجب ان يحترم الى ان يغير. لم يلتزم بها احد، لم يلتزم به في الفصل ما بين السلطات، في حجيه الاحكام القضائيه، حاجات كتير جدا ضرب بيه عرض الحائط. لما بيحتاجوه بيجيبوه يلاقوا مواتي لافكارهم يطبقوه، مش مواتي يعطلوه، مش مواتي ممكن يأولوا نصوصه. لكن انا دلوقتي بتكلم على الاجراء الدستوري المنضبط. لو عايزين تغيروا، لو عايزين تعدلوا الحاجات دي، يبقى يجب ان تعطلوا الدستور وتقولوا لجنه تاسيسيه جديده تعمل دستور جديد، لان الماده ديت ملزمه. او عندهم حل اخر، يعملوا استفتاءين. هيعملوا استفتاء الاول على اسقاط الماده 226 الاول، يوافي عليها الشعب، وبعدين يبقوا يعدلوا الدستور. تعديلات في استفتاء، فيبقى بدل ما يعملوا انتخابات رئاسيه وبيتكلموا على الموارد الاقتصاديه وان دي هتتكلف 2 مليار الانتخابات الرئاسيه، يعملوا استفتاءين يكلفوا 4 مليار. سيادة النائب اسماعيل، ابرز ما يسال عن التعديلات المقترحه هو التوقيت. لماذا؟ يعني من المفترض ان نتحدث الان عن الانتخابات الرئاسيه، هي على الابواب، فلماذا الان؟ واذا ما تم استفتاء وفي حاله انه تم الرفض الشعبي لهذه التعديلات، انتوا هتعملوا ايه يا فندم؟ اولا بس نتكلم بالمنطق. اتفضل. اولا دائما الحجه، يعني او ان انا لما اجي اتكلم لازم اتكلم بموضوعيه. اولا هذه التعديلات انا اقترحتها قبل موعد الرئاسه بفتره طويله، من شهر واجلتها ليه؟ اجلتها لان جميع كل من هو قريب مني او قريب حتى من فكري او من زمايلي كله كان الظرف صعب في هذه الفتره، وقال يا جماعه لو سمحتوا ناجل هذا الموضوع شويه. ولكن اذا شفنا الاسباب الفعليه اللي تخلي الواحد، ملهاش علاقه على فكره يا جماعه،
أرجو ألا نلعب بمشاعر المصريين. القصة مش قصة الرئيس السيسي أو غير الرئيس السيسي. يعني حضرتك بتقول تعديلات دي دائمة، تعديلات يعني أي رئيس يعني ست سنوات ويرشح مرة أخرى؟ دولة نامية تبقى لعلوم الاقتصاد والسياسة لا يصلحش معها خطط تنمية أقل من 5 سنوات، وعندي نص سنة المفروض نعلم شبابنا وشعبنا ان لازم نحاسب رئيس الدولة اللي جاب لنا خطة دي في 6 شهور. في نفس الوقت هناك رأي ان ده دستور استفتي عليه ملايين المصريين يا فندم. احنا اول من يحترم الدستور. طيب. ولن حد يقدر يمس الدستور. ده الدستور ده فندم حضرتك بتطلب تعديلات، احنا بنعدل بعض الحاجات اللي فيها عوار. بس اشياء بس خلينا اكملك فيها ايه بقى. اولا يجب ان نكون صرحاء مع نفسنا. الدستور ده اتحط في وقت كان استثنائي وظروف استثنائية. هقول لك عوار بسيط جدا. المادة 107 الخاصة بالفصل في صحة العضوية. تخيلي المادة 107 احاطت جعلت من محكمة النقط هي التي تحكم في. تخيلي بقى في مادة 210 وده بقى من نوع. ارجوك ركز في نقطه عشان هرجع. 210 بتقول ايه؟ بتقول لا مش ده هو صلب الموضوع. هو ده من ضمن التعديلات. 210 بتقول لا المحكمه الاداريه العليا تتولى بحث كافه كل الموضوعات الخاصه بالانتخابات، وهي اللي بتتابع الانتخابات من اول اخرها. احط لي بندين متضادين وابوظ حاجه اسمها وحده المنازعه. عشان نشمل كل النقط. اتفضل. يعني انا متاكد ان ناس كتير جدا ما قروش الدستور. اللي بيقوله سياده النائب مخالف تماما للحقيقه. مجلس الدوله مختص. انا بقول مخالف حاجه من وجهه نظري اسماعيل. من وجهه نظري. اتفضل كمل يا فندم. من وجهه نظري. اتفضل يا استاذ. ماشي ماشي. المادة اللي بتتكلم على اختصاص مجلس الدولة أو القضاء الإداري بالعملية الانتخابية لغاية إعلان النتيجة. بعد إعلان النتيجة الفصل في العضوية لمحكمة النقض. ده اختصاص وده اختصاص. فمفيش تعارض. بعيدا عن الاختلاف يا فندم، الشعب لما يشوف نواب وفندم مختلفين في تفسير نصوص قانونية وبناء على الاختلاف في التفسير ده كل واحد بياخد مسار، يعني في حد بيقدم تعديلات وغيره وغيره. احنا كشعب المفروض يا فندم يعني احنا نتعامل ازاي لما انتوا كنواب مختلفين حتى في تفسير النصوص اللي جوه الدستور؟ شايف؟ يعني هو الاختلاف عموما صحي في النهاية. فين الاختلاف في تفسير؟ الاختلاف في تفسير فيه حاجة اسمها محكمة دستورية عليا نلجأ لها في تفسير النصوص. بس أنا عايز أقول ردا على كلمة الوضع الاستثنائي اللي كان معمول في الدستور سنة 2014. الوضع الاستثنائي ده كان فعلا البلد أو الدستور ده كنا بنكتبه ودوي الرصاص في ودننا بتاع الإرهاب. ما بنقولش لأ، ما زال دوي الإرهاب موجود، ما حصلش أي تغيير. أنا رأيي فين فقه الأولويات. أنا دلوقتي نحتاج الناس الغلابة دي اللي عمالة حالتهم تسوء يوم عن يوم ومصادر رزقهم عمال يضيق عليهم ومش عارفين يلاقي ياكلوا، ادور لهم على خطط تنميه تعلي مستواهم. تمام. ولا اتكلم على الموارد. خليني اكمل بقى. خليني اكمل لو سمحت. ولا ايه الاولويه؟ عايز اي حاجه زي كده هرد عليه ساعتها. يا ست يا ما خليتنيش اكمل. لا اتفضل. اي حاجه لازم نسال فيها حاجه اسمها ما الداعي قبل ما نقول ما المانع. طيب. الداعي لده انا فقه الاولويات. خلاص هنرجع لفقه الاولويات. فاصل غصب عني. فاصل وهرجع لك غصب عني. هرجع لك وعد يا فندم. مشاهدينا فاصل ثاني. داعي قوي. حاضر حاضر مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا النقاش عن التعديلات الدستوريه المرتقبه او المقترحه. استاذ سياده النائب اسماعيل، استاذ خالد كان بيتحدث عن فقه الاولويات. ما الاولويه انتم امامكم كنواب؟ وتحدث عن فقه الاولويات انه مش ده المفترض يكون على اولوياتكم. الداعي احنا قلنا ما هو الدستور اصلا. الدساتير بتوضع ليه؟ الدساتير بتوضع عشان تحط مجموعه من المبادئ تساعد في حل مشكله شعب أو إن هو بيسعى إلى التنمية. طيب بالمقارنة بقى للموضوع اللي إحنا فيه، إحنا بنقول إن الـ 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 إيه داعي إن أنت عملت كده؟ هقول داعي بسيط جدا. جميع كتب الاقتصاد والسياسة و و و وكيفية تنمية شعب بأي مكان يكون مستواه زي داخلنا، إحنا ناس نعتبر من الدول النامية.
لا تقل مدد او خطط التنميه عن 5 سنوات. وكان زمان من ايام الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان دائما خطط مصر هي خطه 50. اذا كان المده اللازمه لتحقيق عشان تبقى كمان متوافقه مع طبيعه شعبنا وظروفنا الاقتصاديه. هي طبيعه شعبنا يا فندم، يعني الطبيعه اللي تتوافق مع ان انا ما اقدرش اطبق قرارات بترفع الاسعار لو سمحت يعني؟ لا ما لسه اكمل اهو. الداعي ان انا بدي فرصه لاي رئيس، مش للرئيس السيسي او غير الرئيس السيسي، ما عنده فتره تانية. اني عنده 5 سنوات. طب يا فندم في راي يقول انه سياده الرئيس السيسي عنده فرص اكبر في الانتخابات القادمه. يا فندم هسال سؤال، انه فرص اكبر يعني 4 سنين للدول الناميه. احنا بنتكلم بكلام العلم والمنطق، مش بكلام الخوف من الماضي والاحساس ان كان في ديكتاتور. لا انا 6 سنوات بقول 5 سنوات خطه 50، 6 شهور حسب الرئيس تعالى انت حطيت لي خطه فين تنفيذها، 6 شهور عد الدوله الانتخابات. طيب. لو جمعت دول يطلعوا 6 سنوات. الموضوع مش موضوع اسمع تعليق يعني. استاذ خالد عن انا عايز اقول انه الدستور اتحط مستندا لمطالب جماهيريه كانت بيتردد اصدقها في الشارع من 2011 ل 2013، كانت على راسها الحريه وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وعلى رأسها التحول الديمقراطي، العناوين دي كلها. لجنة 50 لما حطت الدستور استجابت للرغبات الشعبية العارمة دي وعملت نظرية في التحول الديمقراطي، وفي توازن سلطات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. التوازن ده بيضرب بيه، بيعبس بيه في اللي هم بيقولوه ده، يعني تقريبا بتضربيه في مقتل. وعايزه تغيري تاني، بدل ما تبحثي بقى فقه الاولويات يقول ايه، بدل ما تبحثي عن ده ابحثي عن فكره الحيويه السياسيه والتعدديه السياسيه اللي احنا مش شامنها، ما عندناش لا احزاب ولا عندنا حيويه سياسيه ولا عندنا تعدديه. يبقى المفروض انا ادفع كبرلماني، خليني اكمل. المسؤول احنا اللي مسؤولين احنا كشعب. ايوه يبقى الحكومه هتعمل. يبقى انا الاولويه ايه؟ يبقى الاولويه ابحث ايه اللي يدفع في سكه التعدديه، وان انا اعمل تداول سلمي للسلطه ازاي، وان انا اعمل احزاب ازاي. مش ان انا المنجز الوحيد يسمعين بيه، المنجز الوحيد خلينا نكمل بس كلامي. انا ما بقاطعكش، انا ما بقاطعكش، انا عمري ما قطعتك. لا مش هقطع كلام. المنجز الوحيد اللي عمله الشعب يا فندم كان هذا الدستور. هم مش طايقين لا 25 يناير ولا مين قال كده. انا بقول انا بكلمش عليك يا اسماعيل بيه، يا اسماعيل بيه بعلق عليا، بعلق عليا زي ما انت عايز، انا ما بقاطعكش. هو الدستور و25 يناير. انا رايي لما يجوا يعدلوا، انا رايي لازم يغيروا كمان ديباجه الدستور اللي بتتكلم عن عظمه ثوره 25 يناير، لازم يحذفوه. لان انا رايي، انا بقول لهم بنصحهم يعني، لانه فلسفه الدستور دي حته على بعضها. وانا رايي ان تغيير المواد دي كلها يخلي الدستور ده بلا قيمه، وانا رايي لازم يسقط الدستور على بعضه ويعملوا بقى اللي في دماغهم بالظبط. لان الدستور ده استند على عمليه تحول سياسي حصلت في البلد دي، وعمليه تغيير جذري حصلت على الارض، ترجمها الشعب المصري في الدستور ده من الصفحه دي، من اول صفحه لاخر صفحه. فلو عايزين تنقضوا على مكاسب الشعب المصري، انا رايي اسقطوا الدستور ده وما تقعدوش تعملوا الحاجات دي كلها. انا عايز بس اقول انه هتودي فندم حق رد مدخول طبعا يا فندم. يعني اولا من قال ده؟ احنا اول من ندافع عن ثوره 25، والدستور نفسه نص على هذا الكلام. ما علاقه هذا بتعديل البند؟ احنا شايفين، احنا مش بنتكلم لمصلحه بلد، مش لمصلحه اشخاص. انا شخصيا، وانا باكد الكلام ده في كل وسائل الاعلام، انا راجل اللي يعني فكرت في هذا الموضوع. انا عندي مركب 3 دعامات في الشرايين التاجيه، واعرف ان انا ممكن اموت اي لحظه، لكن انا بعمل حاجة تخص بلدي مصر. طب هنروح لموجز وارجع لك. مشاهدينا فاصل، نروح لموجز انباء ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا النقاش عن التعديلات الدستورية. سيادة النائب ارجع لك عشان ما تقولش ان انا قطعتك قبل وقتك. اتفضل كمل نقطك كانت قبل الموجز. اتفضل. يعني انا عايز اقول في الجزئية اللي كنت بشرحها لسعادتك، اولا طبيعة اي دستور زي ما اتفقنا انه بيضع طريقة وحلول لمشكلات مجتمع. مين قال ان التعديل يعتبر يعني نوع من التعدي على الدستور؟ بالعكس، ده جميع الدساتير اللي من اول 71 لغايه حتى دستور 2014 كله بينص صراحه جواز التعديل، لان هو التعديل مش الغرض، التعديل لتصحيح حاجات تمت في ظروف غير ملائمه. طيب حضرتك من ضمن الاسباب تحدثتوا عن انه الانتخابات دلوقتي هي تكلفه ماليه، لكن كمان الاستفتاءات، لو في استفتاء حسب مين قال ان التكلفه ده احد البنود؟ بنقول ايه لما دوله ناميه وبنقول ان خطه
التنمية محتاجة 5 سنين وإن محتاج 6 شهور حسب الرئيس وست شهور عد الدولة دي 6 سنين. هل ده أفضل ولا كل 3 سنين في السنة الرابعة جهز 3 مليار عشان أصرفهم على الانتخابات؟ طيب. شعب فقير مش لاقي ياكل، نعمل معاه كده؟ طيب مش قاصد أقول على حضرتك يا إسماعيل بيه عشان ما تقاطعنيش. طيب. أنا بقول كل اللي بيفكروا أو معظم، عشان كل تعميم خاطئ حتى تعميمي هذا، كل اللي بيفكروا في هذه التعديلات فاكرين إن هم كده بيساندوا مشروع الدولة المصرية ومقتنعين بده. أنا ما بقولش إن هم مش مقتنعين وبيساندوا الرئيس السيسي. أنا رأيي هذا ضرر كبير جدا. لا المساعد لو سمحت الدولة لو سمحت من فضلك حضرتك خدت فرصة، أنا بديك الكلمة. اتفضل فهم فاكرين كده، وأنا بقول لحضرتك اللي بيعمل اللي بيحصل ده أكبر ضرر للمشروع الدولة المصرية اللي عنوانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه الـ الـ الأمم دساترها بتبقى في منزلة هي طبعا ليست عصية على التعديل ومش نص مقدس على دماغي الكلام ده جدا، ولكنها لا تعدل إلا لضرورة قصوى، إلا لاصطدامها بمعوقات إنها بتعوق فعلا التقدم. الدساتير ما بتسقطش أو بتعدل غير في ثورات أو في أمر بيبقى مريع، لكن استسهال ان انت اي حاجة مش عجباكي عايزة تعملي شكل معين، عايزة تعملي معرفش، فتروحي للدستور بسرعة تعدليه، ده كلام في منتهى الخطورة، لانه بيلقي بظلال على مشروعية الدستورية. احنا دلوقتي انتقلنا من الشرعية الثورية لشرعية الدستورية اللي هي احترام الدستور. لما انت كل شوية عايز مادة مش عجباك او متصادمة مع غرض ما او مقرب ما، حتى لو كان هذا المقرب شريف وعظيم يعني مش دي القضية، تقول تغيره، دي دول لا تنبئ عن استقرار ولا 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 يمكن ان تشي بانه البلد دي مستقره والاستثمار لازم يجي. انا اللي قلته حضرتك، هل تعتقد انه مصر هتشهد انتخابات 2018 باللي هم بيعملوه؟ لو مشوا فيه مش هتبقى في انتخابات. بس يعني انا عايز اقول التعديل كمان يا اسماعيل بيه يجي بعد التطبيق. هل احنا طبقنا الدستور ده؟ احنا ضربنا بالدستور بعرض الحائط في حاجات كتير جدا ولم نطبقه حتى هذه اللحظه. لم نطبق الدستور في حاجه. هل ايه الحق يعني طبقناه وتعثرنا؟ ما طبقش اصلا عشان اعطله. اولا لم تتم هذه التعديل او التعديلات المقترحه ليست لها علاقه بالانتخابات. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى اقول لك ان هذه التعديلات لو تمت مش هتطبق على الفتره الاولى من الرئاسه، لان الفتره الاولى تمت تبقى للدستور محدده ب 4 سنين، لكن تطبق في الفتره الثانيه. مين اللي جاي الفتره الثانيه؟ حد يعرف؟ حدش يعرف. اذا دي ما بينجملش فيها لا رئيس ولا غير رئيس. الجزء الاخر، التعديلات المطلوبه بنقول دي مش حاجه كماليه، دي حاجه اساسيه، زي الجزء بتاع التعديل للفقره بتاعت مجلس الدوله. ليه؟ انا مطلوب مني، انا عدد القوانين في مصر يصل الى 34,000 قانون. تخيل ان 60% من هذه القوانين مر عليها اكتر من 40 سنه. ازاي هشغل بلد واخليها تتطور وتنمو؟ احنا بندور على اهداف ثوره 25 يناير وثوره 30. طيب الثورتين دول مش بيقولوا ان البلد دي تتقدم؟ الشعب اللي بيعاني ده مش محتاج قوانين تتعدل عشان اقدر انجح في الناحيه الاقتصاديه؟ اقتصاديه مهما عملت فيها من اجراءات اقتصاديه لا تصلح الا بتشريعات مكثفه. فالكلام ده كله الغرض منه خدمه هذا الشعب وليس خدمه افراد ولا خدمه. الكلام الانشا سهل. طب سريعا في دقيقه، بقيت دقيقه، ايه علاقه التطور وتنميه بلد بالتعديلات المقترحه من قبل حضرتك؟ ان لما اعرف ان بلدي ما ينفعش يتم فيها تنميه حقيقيه الا بخطه خمسيه، وتحتاج هذه الخطه الخمسيه للمحاسبه والمتابعه، يبقى ده ضروره قصوى ونص عشان احافظ على بلدي، عشان اقدر ادي فرصه الناس بتجري بتنهج من الجري. انا هقول لحضرتك كلمه اخيره، مش انت عايزه كلمه اخيره؟ انا بقول لحضرتك العبث بالدساتير او تفصيل مواد في الدساتير لعنه تاريخيه. يقروا التاريخ ويرجعوا من دستور 23 اللي اسقطوه في سنه 30 واللي تسبب في سقوط حكومات لغايه سنه 35. اكمل كلمتي؟ ايوه اتفضل حبيبي. اقروا التعديلات اللي عملها السادات عشان يخلي مدد ومش عارف ايه ولم يستفيد بيها، واستفاد بيها حسني مبارك بعديه وقعد 30 سنه. اقروا في التاريخ عن محمد مرسي
لما عمل الإعلان الدستوري اللي عصف برضو بيه بالنصوص الدستورية المستقرة، حصل إيه بعديها؟ انتوا بتتكلموا، لو سمحتوا أنا بكلمك، أنا بقول لك أهوت وبقولها على الهوى، لعنة تاريخية التعديلات الدستورية أو العبث بالدستور، لعنة تاريخية، افتكروها وافتكروا الجملة. مسألة تعديل الدساتير مسألة مهمة بل جد خطير للحفاظ على الشرعية الدستورية. وقتي خلص. النائب إسماعيل ناصر الدين عضو مجلس النواب وصاحب التعديلات الدستورية، شكرا ليك. النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسين كتاب الدستور 2014، شكرا ليك.